واهلا وسهلا بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. وجيتكم انا شيشكم بجلتش جديد. وقبل ما نروح لجلتش الشباب، لا تنسوا تعطونا اشتراك في القناه، لايك المقطع، كمان لا تنسوا تفعلوا الجرس كل جديد من تحديات او جلتشات. كل عليك تكتب كود ما بالظاهر امامكم، تيجي معي هون راح تلاقوا هاي السمكه مرميه قدامكم هون، يعني راح تلاقوها على طول، يعني لا صدفه انا ولا عملت شيء، موجوده بشكل طبيعي. عليك تيجي معي هسه سريع سريع سريع، هنجي مع بعض. واحنا رايحين شباب، لا تنسوا تستخدموا كود ايتم شوب شيش عشان يعطيكم يعني كثير كبير. تفهمين علي؟ افهموا علي. بس تحط السمكه هون، بس تيجي معي هون بهذا المكان، هذا الدرج اللي قبال هيك، شفتوني كيف يعني بتبني خمس درجات. المهم انا كلشت شوي، انسوا. بعدين تحط هون ارضيه، كل عليك تقوم بالرقص مثل هيك، سريع 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 ارقص. هسه بتيجي تنزل معي كمان، ارجع بسرعه بسرعة 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 بسرعة. هسه بالنسبة للكمية يا شباب راح تختلف أكيد من شخص لآخر. أنا هسه طريقة ليش الكمية عندي، ويمكن تأخذ أنت أكثر، يمكن أقل، يمكن نفس الإشي، فعادي. بس أنت ظلك هيك، بس هذا لا نهائي. بعد ما تشوف وقف بطل يعطيك، اطلع من الماب كله وارجع فوت عليه واعمل نفس الخطوات، وإن شاء الله راح يبلش أو راح يظل يعطيك إكس بي. وبس يا شباب، هذا كان عنا الجلتش اليوم، ولا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، كمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات أو جلتشات. خلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامة. Peace.